بسم الله والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا صاحب الغفران. سنريهم آياتنا أي كل علامات الألوهية والتوحيد والقوة والعز والصدق والعلم، كلها آيات في القرآن وبعضها في حديث القدسي، والبعض منها ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح. وآيات الكون كذلك قاعدة الذات، وأنا لم أشعر بالنسبة لاتساع السماوات بني إسرائيل بما توعدهم وتفسدهم في الأرض مرتين، الكنائس كيفاش باش يتفروا، كيفاش العداوة تشتعل، وكيفاش يجي بعد البروتستانتيزم، وكيفاش يقاوم مبالغة في البنيان وكتأثير على المغفلين من بني إنسان وربما من بني الجان. فلا جاو قاموا ليلة من الليالي اللي يحبوا يعرضوا روح من الداخل فارغين، يقولوا بكلام لا يقبله أصحاب العقول النيرة، فبدلوا مش نوعا ما ينجحوا فيه، قالوا مش نعملوا الجوسبل هذا مش نعرفوا بيه نفسهم. تجي مكتوب بيه انت قررت بابا غير بابا مهما كان شأنك عموما وشعاراتك في ريحتها ومرارها الخارجية تدعو إلى الإنسانية، ولكن الحقيقة بما أنك قاعد تقود رسالة باطلة ليس لها كتاب ثابت وكتاب واحد، والكتب هذه ولو القانونية فقط هي أربعة وغير القانونية الله أعلم بعددها، وبعد تجي تقولوا احنا لنا واجب ان نعمل كاثوليكية تبلغ كل البشرية، وهذا كله باطل، وهذا ورينا لكون كيفاش الحق يدوم والباطل لابد ان يزول، فجاء الحق وذاق الباطل الباطل كان زعل. قل جاء جاء أنا نراو الكنائس معظمها رغم الناس اللي يتحركوا بها والكلام المنمق بالأحساب وخلوط وجلوط فما يصوتون للأفكار ليست لها صلة بالوعي القهار، وبدأت تفسد دعواتهم وينقلب السحر إلى الساحر. ونرى اليوم كم من كنيسة أصبحت أنا أما مهجورة تماما، أو بعض الناس يجيبون بكل طريق، يجيبوا لبعض المسلمين المغفلين أو المسلمات مثل الصغيرات يجيبون قالوا شو هاو الإسلام يجيب الفقر، يجيب الظلم والصغار، يجيب نسيان الإنسان والمجر، وإحنا الوحيدين اللي نجموا نحسن من هؤلاء الذين هم من كما قلت نتيجة الإسلام، ليس نتيجة الإسلام بل نتيجة غياب الإسلام الحقيقي. من بني أمية إلى الآن ليس هناك إسلام حقيقي إلا في بعض الأحيان، ولهذا الكنيسة اليوم تحب تكيد لنا بالعملية الشيطانية دي، قول كيدك يرجع ليك يرجع ليك، وقول ربنا ولا يحيق مكر الشيء إلا بأهله والسلام.